السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو عن آخر أخبار كورونا. الويب أم دي نشروا البارحة أنه أكثر الحالات اللي تساهم بنقل الفيروس بالمجتمع هي الحالات اللي تبين وكأنها نشلة فيروسية خفيفة، واللي قد تصل إلى 86% من مجمل حالات الكورونا بأي بلد، يعني 14% فقط من مجمل حالات الإصابة بالفيروس كورونا هي اللي تتوجب الدخول للمستشفى. رابط المقال أسفل الفيديو. ولهذا السبب لازم تكون جاد بالبقاء بالبيت لحماية نفسك وحماية عائلتك من الإصابة بفيروس كورونا. وإذا كان عندك سخونة أو سعال بسيط لازم تبقى بالبيت حتى تحمي نفسك وما تساهم نشر المرض للمجتمع، حتى لو كانت نشلة فيروسية بسيطة. والأطباء دائما يشبهون هاي الحالة بقمة الهرم أو قمة الجبل الجليدي اللي داخل المحيط. فقط قمة الجبل تبين والجزء الأكبر من الجبل هو داخل المحيط وما يظهر للعيان. يعني بعبارة أخرى قسم من الحالات يبين للأطباء أو يبين للناس، وأغلب الحالات هي صب كلينيكال أو غير سريرية بعدها، ولكن هي اللي تساهم بالجزء الأكبر بنشر الفيروس داخل المجتمع. المعلومة الثانية هي إذا انصابيت بأي نشلة فيروسية هاي الفترة خصوصا لازم تتجنب استعمال الفولتارين أو البروفين أو المسكنات الأخرى، لأن إذا كنت مستخدم الفولتارين أو البروفين لحالة النشلة العادية وتبين بعدين أنه عندك كورونا فمضاعفات المرض ونسبة وفاتك راح تزداد في هاي الحالة. ولذلك يجب عليك أن تستخدم الباراستول فقط كمسكن للآلام وخافض للحرارة هاي الفترة فقط. يعني لحد الآن هذا الموضوع عليه إشكالات كثيرة وممكن للمجتمعات الطبية موافقة عليه. المعلومة الأخرى، المرضى اللي عندهم ضغط واللي يستخدمون الكابوتين وأخوانه هل يستمرون عليه بهاي الحالة لو يبدلوا بدواء ضغط آخر مثل ما صارت الشائعات هاي الأيام؟ الأمريكان هارت أسوشيشن وثلاث منظمات أمريكية أخرى نصحت بالاستمرار باستخدام الكابوتين خصوصا المرضى اللي عندهم ضغط وداء السكري. معلومة أخرى هي اللي يدخنون سجاير أو اللي يستخدمون السجارة الإلكترونية أو الفيبينج أو اللي يدخنون نرجيلة هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس. وإذا انصابوا بالفيروس فالمضاعفات وخطر الإصابة بالعجز الرئوي يكون أكثر عندهم. هذا كان ملخص قسم من البحوث اللي نزلت هاي الفترة عن الفيروس كورونا. لا تطلع من البيت هاي الفترة أقل شيء لمدة أسبوعين حسب ما تملي عليه وزارة الصحة ببلدك. اغسل إيدك بالماء والصابون ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. تجنب المصافحة ويا أصدقائك أو التقبيل. لا تروح الفواتح، لا تروح للعزائم. وإذا ما التزمت ما راح فقط تعرض حياتك للخطر، وإنما راح تعرض حياتك وحياة عائلتك وحياة المجتمع كله للخطر، وأنت مسؤول أمام الله إذا ما التزمت بالتعليمات.